احنا زرنا المنشآت وجسدنا المنشآت مرافق بيداغوجية ومرافق خدمات جامعية وحطينا الحجر الأساسي للمخابر البحث وكان فيها كذلك لقاء مع الأسرة الجامعية لسماع للإشغالات اللي كانت مطروحة من طرف الممثلين الأساتذة والعمال والطلبة وهادو خذينا بعين الاعتبار وكاين أجوبة في هذا الإطار وكاين كذلك أمور اللي تطلب بعض الوقت لدراسة كل الانشغالات اللي كانت مطروحة.